اهلا بكم مشاهدي الكرام. احنا هنتوقف كنا توقفنا قبل ما نطلع على حضراتكم في الدقائق القليله الماضيه حوالين اعلام الازمه. طيب هل الاصل وانا ببلغ حضراتكم بمفهوم اعلام الازمه في اداره الازمات الطارئه المفجعه اللي الاصل فيها انها بتؤثر على مشاعر الناس وبالتبعيه بتؤثر على قبولهم لكل المستجد، يعني ايه اعلام ازمه؟ هل انا بقول الكلام ده علشان اهدي حضراتكم وانتم بتتابعوا، ولا بقول ده علشان نحط النقط فوق الحروف واحنا بنتابع هذا النوع من الازمات من خلال وسائل الاعلام المتعدده اللي موجوده في العالم اللي بتسلط الضوء على ما كل ما يحدث في مصر ايجابا او سلبا؟ طيب انا هنا بيبقى دايما عندي نقطتين في كل المتابعات، وده الدرس الرئيسي والاساسي اللي تم تعليمه لينا في كل مناهج الاعلام وبتمارس في كل الاعلام في كل مكان في العالم. أنا بيكون عندي حدث، بيكون عندي شغف في معرفة تفاصيله وتطوراته، وبيكون عندي خطورة في تداول هذه الأنباء. الخطورة في تداول هذه الأنباء وفي هذا الشغف ما بينهما هي حالة الصمت انتظارا للبيانات الرسمية اللي الدولة المفروض أنها تخرج بيها علشان تجيب على الأسئلة اللي احنا بنسألها. مين اللي عمل كده؟ مين اللي أخطأ؟ اللي أخطأ ده ليه؟ وإيه الضمانة أنه ده ما يحصلش تاني؟ ده اللي احنا بنسميه نموذج من نماذج إعلام الأزمة. هل انا المفروض ان انا اطمن حضرتك ولا اديك المعلومه الدقيقه الصادقه؟ طيب والمعلومه الدقيقه الصادقه انا هجيبها من عندي ولا هجيبها من الدوله؟ طب هعمل ايه لو الدوله لحد دلوقتي لسه ما خرجتش؟ طيب الدوله بتقول انه التحقيقات جاريه، ماذا نفعل؟ هذا هو السؤال. ممكن اكون انا كنت في القطر ده او حد يخصني في هذا القطر ده قدر، ولكن احنا دلوقتي بما اني انا مش في هذا القطر وبما اني قاعد في هذا المنبر انا بقول لحضراتكم ما نراه من وجهه نظرنا في تغطيتنا الجانبيه لهذا الحادث. البقاء لله في كل المتوفين، ونتمنى الشفاء العاجل الحقيقي من كل القلب والله لكل المصابين في هذا الحادث. اسمكم احيي الدكتور حسام النحاس الخبير الاعلامي وهو في الاصل استاذ الاعلام بجامعه بنا. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك استاذ. احنا عايزين برضك يعني احتراما للسيد المشاهد نقول ان وجود حضرتك كان سابق لهذا الحادث، لكن لما جه الحادث احنا ابقينا على حضرتك وغيرنا محور الحوار عشان يكون انه السيد المشاهد ما يفتكرش ان احنا خصصنا هذا الحوار تحت هذا العنوان نتيجه لهذه الرساله اللي انا قلتها، لكن ده اعاده توظيف لوجود حضرتك. ده بس يعني نوع من كشف الحقيقه ومحاوله بس الثقه بيننا وبين السيد المشاهد فيما نقدمه من حقائق في هذا الحادث الاليم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. دكتور فيما قدمته حضرتك لو تفترض انه ده صيغه سؤال كيف تجيب عليه؟ خلينا في الاول بس وقبل اي شيء نعزي الشعب المصري ونعزي شهداء وضحايا هذا الحادث الأليم، وندعو لكل المصابين بتمام الشفاء والعافية إن شاء الله. خلينا نقول إنه هذا الحدث آلمنا جميعا وأدمانا جميعا، ووقوع ضحايا أو شهداء في مثل هذا الحادث يفرض علينا السؤال اللي كنت حضرتك بتسأله، كيف ندير الأزمة؟ الأزمة في جوهر الأمر في مجال الإعلام تكون طارئة، وبالتالي يجب أولا التركيز في البيان الأول. ما هو البيان الأول الذي يصدر للمشاهدين خاصة في ظل تلك الحادث الأليم الذي يهم جميع المصريين؟ خلي بال حضرتك في بعض الناس من اللي ربما تشاهد هذا الأمر من أهل الشهداء أو من أهل المصابين أو من المتابعين من عموم المشاهدين. يجب أن تخرج الرسالة الأولى من المسؤول الرسمي، وبالتالي انا بقول انه يعني مش عاوز اقول نجحنا لانه الظرف غير ملائم ان احنا نقول نجحنا في شيء، ولكن من اللحظه الاولى منذ وقوع الحادث كان البيان الاول والتصريح الاول من القياده الرسميه المصريه من المصدر المسؤول والرسمي، وبالتالي لم نترك اي مجال لاثاره الفزع او البلبله او ناخذ الاخبار من بعض الأماكن. حضرتك عارف أنه مواقع التواصل الاجتماعي تمثل مجال خصب لنشر الشائعات. عاوز أقول لحضرتك أنه حتى مع حادث أليم مثل هذا الحادث يعني نلاقي بعض الناس على بعض صفحاتها بتقول بعض المعلومات عن عدد الضحايا. يا دكتور هو دي بتكون إذا افترضنا حسن النية في من يطلق هذه البيانات، هو شغف للمعرفة، هو شغف للمعرفة، وهو بيان من خلال رؤية ووجهة نظر شخص في إطار محدودية إدراكه ومكانه ومسؤوليته وإلمامه بالموضوع. بس خليني أقول لحضرتك أنه مثل تلك الأمور لا تحتمل أي وجهات نظر شخصية على الإطلاق. الأمر يتعلق بأرواح المواطنين،
الأمر يتعلق بأعداد الشهداء والضحايا والمصابين وأسمائهم وحالتهم الصحية وأماكن تواجدهم في المستشفيات. دي هي الأصل في المسؤولية دي إنها تكون مسؤولية الدولة ولا حتى كمان مسؤولية الأفراد؟ هي مسؤولية الدولة في المقام الأول، لأنه البيان الأول يجب أن يخرج أولا أن هناك حادث أليم مروع بين قطارين في المنطقة الفلانية، نحدد المنطقة ونحدد القطارات وأرقام القطارات ومتجه من إلى، هذا أولا. ثم نبعث إلى المواطن برسالة طمأنة. رسالة الطمأنة بتيجي من التكليفات التي كلف بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتواجد الفوري والآني في موقع الحدث. هذا هو البيان الأول. تواجد رئيس الوزراء ووزير النقل ووزيرة الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية المحلية ومحافظ الإقليم بشكل آني وفوري في موقع الحادث بعد مدة زمنية قصيرة جدا، هذه رسالة طمأنة أولى أن المسؤولين هم المسؤولون عن إدارة تلك الأزمة، أن أرواح المواطنين والحفاظ على المصابين وأرواحهم وانتشال الجثث وانتشال من يزالون على قيد الحياة، خلي بال حضرتك هذه أمور حيوية جدا ويجب أن تتم بشكل عاجل وبشكل فوري وبشكل منظم. ولذلك كان القرار الثاني هو تشكيل إدارة أو خلية أزمة لإدارة تلك المشكلة من رئيس الوزراء والوزراء والجهات المعنية. الأمر الأهم أن يكون ضمن البيان الأول والرسالة الأولى هو التأكيد على محاسبة، طبعا احنا بنقول إما إهمال وإما فساد وإما كذا وإما كذا، كل السيناريوهات قائمة، والنائب العام وأعضاء المكتب الفني كانوا متواجدين في موقع الحادث، وصدر بيان من النائب العام يؤكد أنه لا يحق لأي جهة أن تصدر بيانا رسميا أو حتى غير رسمي بمن هو المسؤول عن الحادث أو ملابسات الحادث إلا بعد انتهاء التحقيق. هذا أمر هام. الأمر الأخطر هو دور المؤسسة الصحية، المستشفيات اللي موجودة، الطائرة الحربية التي تنقل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل إلى القاهرة، هذا أيضا تصرف دقيق جدا وفي توقيت دقيق جدا، لأنه الحفاظ على روح مواطن واحد من المصابين في هذا التوقيت هو أيضا مسؤولية الحكومة ومسؤولية الدولة. إذن أنا بقول إنه المواطن عندما يشعر بأن الرسالة الأولى والبيان الأول يطمئنه ويقول له أننا سنحاسب المتهم، أنا بقول متهم لأنه النيابة العامة هتخرج في نهاية الأمر من هو المسؤول، فأنا بقول محاسبة المسؤول أيا كان موقعه وأيا كانت الأسباب وأيا كانت الملابسات، هذا أمر يدعو إلى الطمأنينة. ثم ننتقل إلى العمليات الأخرى. يعني أنا عاوز أتكلم برضو أنه موضوع صرف التعويضات، رغم أنه ملايين الدنيا كلها لن تعوض أي إصابة أو أي شهيد من شهداء هذا الحادث الأليم، ولكنه أيضا دور الدولة ودور الحكومة في صرف التعويضات. ويمكن أنا مهتم بشكل خاص بآلية وكيفية إيجاد آليات للرعاية الكاملة والمتكاملة والدائمة لأسر الشهداء والضحايا وأسر المصابين، لأن هذه الأسر من المؤكد أنها من الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، ومن ثم فقد فقدوا عائلهم، وبالتالي يجب على الحكومة وعلى الدولة أن تتكفل بشكل دائم بأسر الشهداء والمصابين. هذه أمور هامة جدا في إدارة أي أزمة، لأنه الأزمة في حقيقة الأمر تتم بشكل مفاجئ، لم يكن أحد يتوقع أو يتخيل أو يعرف أن هناك أزمة ستحدث في تمام الساعة 12 ظهرا في هذا المكان بين القطارين. إذن هو ده إعلام الأزمة، ده الإعلام اللي يجب دائما أن نقوم به. موضوع أعداد الضحايا والشهداء والمصابين، الجهة الوحيدة المخول لها بالتصريح هو الدولة المصرية، هي الحكومة، وطبعا السيدة وزيرة الصحة كانت موجودة في موقع الحدث وهي اللي حددت حتى الآن عدد الضحايا والشهداء وعدد المصابين. الدور المجتمعي كان دور هام جدا، لك أن تتخيل طوابير من المواطنين من أهلنا في الصعيد موجودين للتبرع بالدم، رغم تأكيد وزارة الصحة أنه مغزون أكياس الدم من جميع يعني كلها متوافرة وموجودة وكل المستلزمات الطبية. دور المجتمع المدني والجمعيات، هناك أكثر من 24 جمعية
ستشارك في محاولة تعويض ومحاولة إيجاد الآليات اللي أنا قلت لحضرتك عليها لرعاية أسر شهداء وضحايا ومصابي هذا الحادث الأليم. طيب ده يبقى سؤال آخر، ما شاء الله حضرتك بدأت البداية إلى إلمامها حتى بما يتعلق بإدارة الدولة لهذه الأزمة. طيب فيما يتعلق بمن يتابعنا ومن ينتظر الجديد، وإنه الأصل في متابعتك الإعلامية إنك لا تخرج بأي بيان أو أي تحليل طالما لم يخرج به بيان رسمي، كيف يعي المواطن إنه الأصل إنه مش إن أنا أكفي شغفك كمواطن، ولكن علي أن أنا أنقل لك البيان الدقيق الصحيح اللي خارج من الدولة، وفي بعض البيانات زي كيف وقع الحادث، من تسبب، من هو المدان فيه، ده مهمة النيابة وقد يستغرق بعض الوقت. كيف تجيب على السيد المشاهد اللي منتظر منك بيان جديد وفوري في إطار متابعة دقيقة؟ أولا أنا أنصح كل المشاهدين لهذا الحادث، وأنا من خلال تغطيتي من خلال متابعتي ومشاهدتي المباشرة، إنه التلفزيون المصري وقطاع الأخبار وقناة النيل الأخبار قامت بدور كبير جدا إلى جانب غيرها من القنوات المصرية في نقل تفاصيل وملابسات الحادث والبيانات والمؤتمر الصحفي للسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء المتواجدون في موقع الحادث على الهواء مباشرة. وبالتالي النصيحة أرجوكم أن تأخذوا المعلومات من التلفزيون المصري، كما أنصح التلفزيون المصري أن يستمر في التغطية المباشرة أولا بأول لكل البيانات سواء التي تصدر من خلية إدارة الأزمة اللي أنا قلت لحضرتك عليها التي تشكلت فورا، بيانات تصدر لاحقا من النائب العام، لأنه الأسئلة اللي حضرتك قلت عليها في النهاية ربما تأتي لاحقا، لا تستطيع أي دولة في العالم وكل دول العالم معرضة لهذه الحوادث سواء كانت حوادث عارضة أو عمليات إرهابية لا قدر الله أو إلى آخره إلى هذه المواقف، ولكن من المستحيل أن تحدد المسؤول والمتهم والعقاب إلى آخره في نفس توقيت الحادث. الاهتمام الأول لأجهزة الدولة والإعلام والحكومة دائما هو البشر، هو المواطنين، يعني عدد الضحايا والمصابين وحالتهم ومتابعتهم أولا بأولا على الهواء مباشرة. وبالتالي يجب أننا كل ما افتح التلفزيون المصري على أي قناة إخبارية ألاقي تغطية مباشرة ومراسل موجود وتغطية ميدانية مباشرة ومتابعة كل البيانات حتى يأخذ المواطن المصري معلوماته وبياناته الدقيقة من مصدرها الرسمي والمسؤول. وعدا ذلك أقدر أقول عليها شائعات، أيوة شائعات، أخبار غير مؤكدة، أخبار كاذبة، لأنك تعلم أننا نمر بتحديات وتعلم أن لنا أعداء، بعض الخلايا النائمة في الداخل ولنا بعض الأعداء في الخارج نعلمهم جيدا، من المؤكد أنهم سيصطادون في الماء العكر وسيستغلون واقعة وحادث أليم، يجب أن يكون التركيز في هذا الحادث الأليم على توجه بالعزاء للشهداء إلى كيفية مساعدة المصابين. ولذلك أنا أدعو رجال الأعمال، أين دور رجال الأعمال الحقيقي في أزمة مثل تلك الأزمة؟ أدعو مجلس النواب إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق أيضا لمعرفة ملابسات الحادث، طبعا بالتعاون، لأنه الكلمة الأخيرة ستكون للنائب العام وللنيابة العامة التي نثق فيها جميعا. طيب يبقى السؤال، احنا بنتكلم هنا على مطالعة السيد المشاهد بكل البيانات وعدم إخفاء أي معلومة، وده هو يعني يعتبر أحد أهم وسائل الدفاع عن الدولة. طيب أكيد السيد المشاهد عايز يعرف إيه القصور في هذه المنظومة والعلاج لهذا القصور، كيف سيتم وماذا يحتاج وما هو الإطار الزمني ليه؟ هل بتعتبر أنه ده جزء مكمل يجب أن يرصد في إطار المتابعة العامة لهذا الملف الشائك وهو ملف السكة الحديد؟ أستاذ تامر، هذا هو الملف الأساسي، هذا هو الدور الأساسي لوسائل الإعلام، وهذه هي المعلومات التي يريد المشاهد أن يتابعها. المشاهد لن يترك الأمر عند أن اليوم في حادث، غدا أو بعد غد سنتناسى، لن ننسى، لن ننسى، والمواطن والمشاهد لن ينسى أن هناك حادث وأن هناك شهداء وأن هناك مصابين. وبالتالي التحدي الحقيقي للدولة المصرية وللإعلام المصري في نقل تلك الحقائق لاحقا هو إعداد تقرير شامل ومتكامل الأبعاد عن هذا الملف منذ بدايته، منذ بدء عمليات التطوير وعمليات الإنفاق وعمليات الدعم وحتى اليوم وحتى تاريخ إصدار التقرير. في لحظة فارقة، احنا كنا بننقل على مدار الفترات المتباينة المتفاوتة اللي فاتت عمليات التطوير والتحديث اللي بتتم في هذا القطاع، وانه
دايما كنا بنعلن بيانات انه في قطارات جديده وانه في عمليه تحديث لاسطول القطارات والجرارات، فازاي احنا كنا بنعمل ده وبنعلن ده وتحصل حادثه؟ اكيد هنا في فجوه معلوماتيه يجب ان يطلع عليها المواطن، الاطار الزمني على الاقل لعمليه التحديث دي هتاخد قد ايه وماذا ينقصها؟ وهقول لحضرتك حاجه اضيف، عمليات التجديد والتطوير كانت حقيقيه وكنا ننقل امرا واقعا وحقيقيا طبعاً. ولكن طبعاً. هناك نقطه معينه فيها قصور، هناك منظومه بها جزء فيه به خلل، هذا الخلل النيابة العامة ستكشف هل هو إهمال، هل هو فساد، هل هو تقصير، هل هو متعمد، هل هو إلى آخره، وبالتالي التقرير الكامل اللي أنا بقول لحضرتك عليه هو الذي سيكشف المنظومة، منظومة تطوير مرفق السكة الحديد. مرفق السكة الحديد مرفق حيوي يرتاد يوميا من 900 ألف إلى 1 مليون مواطن، يعني في الشهر 30 مليون مواطن، هو أرخص وسائل النقل والمواصلات بالنسبة للأسر المحدودة اللي هم محدودي الدخل وانتقالاتهم سواء إلى العمل أو في قضاء حوائجهم أو إلى آخره، وبالتالي يجب أن نقول أنه المبلغ الذي تم رصده كذا، الميزانية التطوير تم في النقطة الأولى والثانية والثالثة، التقصير موجود في 1، 2، 3، هل نحتاج إلى مزيد من الإمكانيات المالية؟ نحدد ذلك، هل الخطأ في العنصر البشري ومن ثم يجب ان احنا ننهي تدخل العنصر البشري في منظومة السكة الحديد؟ من الوارد برضو نقول هذا الكلام، اين الخطأ، اين الخلل، اين التقصير، وهذا امر واضح ويجب ان يتم الاعلان عنه بكل شفافية كما اعلننا اليوم كل البيانات والمعلومات بكل شفافية، فالمواطن ينتظر منا في مدى زمني لن اقول فوري ولكنه مدى زمني قصير نسبيا أن يتم عرض حقيقة الأمر كاملا على المواطنين، وهذا هو الحوار المجتمعي الذي نطالب به جميعا. تقبل تحياتي يا دكتور حسام النحاس والخبير الإعلامي وأستاذ الإعلام بجامعة بنها على هذا الحضور، شكرا موصول لكم مشاهدي الكرام، من كل القلب نتمنى أن يخفف الله عن ألام من يتألم الآن من هذا الحادث وأن يشفي من هو شارف على الشفاء، نتمنى أن يحفظ الله مصر دائما من هذه الكوارث الأليمة المفجعة المفاجئة اللي بتحدث دائما صدمات إنسانية ونفسية وبتحدث قدر من الخوف، دائما هو ده سنة الموت، سنة الأحداث المفاجئة، أتمنى ربنا أنه يحفظ البلد دي، يحفظ ناسها، يحفظ أهلها وتعدي كل أزماتها بخير، نتمنى حتى أنه أزمات دي ما تكونش موجودة، نتمنى ألا نظهر في تغطياتنا لأنه الأمان هو ده اللي احنا دايما بنبتغي، بقاء لله في كل المتوفين والله من كل القلب، ودعوتنا بالشفاء والله، وأنا بتكلم شاعر بكل من يتألم الآن، كل من يتألم الآن، لكن هو ده القدر، كنا ممكن نكون حد فينا موجود في هذا القطار ولكن هي دي سنة الحياة. نحن معهم للنهاية. ربنا يشفي. لن تقصر. ربنا يصبر كل أسر وأهل المتوفين ويشفي ويخفف عن ألام كل المتألمين يا رب، ويحفظ مصر وأهلها يا رب. شكرا لكم. مع السلامة.